حول 8 بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة القانونية، وبعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 إجراءات جنائية وبإجماع الآراء، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية للسيد الدكتور فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية إبداء الرأي الشرعي في شأن المتهم المرهان خليل محمد عبد الله خليل، وحددت جلسة 18/2/2023 لإيداع التقرير والنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة وعلى النيابة العامة إحضارها من محبسها لتلك الجلسة. وقعت الجلسة. حتى جلستها النهارده ما كانتش حتى بتصرف عين، كانت فقط كل مشاهد انسانيه، كانت كالحجاره، هي صنم، كان موجود النهارده صنم، لم يتحرك حتى من رفعه النيابه العامه. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة، واللي من خلالها بنحاول نرسخ مفهوم مهم جدا، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيده، وإن العقاب واقع لا محالة. أخيرا أصدر الستار على قضية قتل الأم السيدة المحترمة داليا الحوشي، اللي هي كانت مشرفة أو رئيسة العمال في مستشفى الحياة ببور فؤاد في بورسعيد. داليا الحوشي سيدة محترمة جدا في صدر شبابها 40 سنة، متجوزة وعندها أولاد، ومنهم بنتها الجميلة طالبة كلية الآداب اسمها نورهان خليل. نورهان طالبة في كلية الآداب على قدر كبير جدا من الجمال ومخطوبة. طيب ايه اللي حصل؟ واحنا جبنا قبل كده حلقات عن جريمة القتل اللي قلنا فيها ان البنت مع طفل اسمه حسين، البنت طالبة في كلية الاداب جامعة المنصورة، وحسين بيجمع ازايز وورق كرتون على عربية كارو، وطفل اصغر منها بسنتين، هو عنده 14 سنة وهي عندها 18 سنة. وانا في بدايه الحلقه قلت انا شككت ازاي طالبه على هذا القدر من الجمال ومخطوبه لشاب، والشاب ده بيحبها جدا، وهي على علاقه بشاب مش متعلم بيلم ازايز وورق كرتون من الشارع على العربيه كارو، وقلت صعب اصدق الكلام ده. لكن جات التحيات مع البنت اللي اقرت ان هي ليست عذراء، وانها مارست الجنس مرارا وتكرارا مع حسين عامل الروبابيكي او اللي بيلم ورا الكرتون من الشارع رغم انه اصغر منها. ولما النيابة حولتها للطب الشرعي قالت مش محتاجة طب شرعي، انا مش عذراء، وقالت ان احنا فعلا اشتركنا انا وحسين في قتل امي، لان امي جات ولقيتنا جوه البيت وحذرتني قبل كده وقالت لي هقول لابوك، وانا قلت لحسين امي دي جابت اخرها ولازم نخلص منها. البنت قالت كده، امي جابت اخرها معانا ولازم نخلص منها، ده في الاعترافات. وان الطفل حسين اللي عنده 14 سنة اكد على هذا الكلام وقال لها خلاص احنا نخلص عليه. النهاردة اصدر الحكم وهنقوله دلوقتي وهنشوفه فيديو كمان. البنت كانت قاعدة في المحكمة، واقفة في المحكمة ثبات انفعالي غير عادي، يعني مرافعة النيابة بنشكر النيابة عليها، مرافعة كانت جميلة، بينت البشاعة في ارتكاب الجرم، بيانت ازاي البنت وقفت وشافت امها وهي بتتنحر قدامها وبتتدبح، والام كانت بتستنجد بيها بتقول لها يا نوران طب خدي حسين وروح اتجوزه، بس اسبوني عشان اربي ولاقي اربي اخواتك، خديه وروح اتجوزه، انا موافق على جوازكم، خديه يا حبيبتي انا كنت بحبك وعايزاكي تتجوز احسن جوازه يا حبيبتي، طب سيبوني اربي عيالي،
وقعدت تتوسل لبنتها ان هم ما يقتلوهاش. حتى المحامي النهاردة في الفيديو اللي طلع بقال قال ان اخوها الصغير خبط على الباب امها وهي بتتلقى الطعنات بتقول لها يا نورهان اوعى تدخل يا اخوكي، اخوكي لو شافني كده ممكن تذبحوه، ما خايف ان الواد هيقول اللي قتلت امي نورهان واختي وحسين. فكان كل همها تبعد تقول لها يا مر ابعد اخوكي موتوني بس. يعني الام لغايه اخر لحظه كانت بتفدي ولادها، وفي الاخر لما الواد اكل عليها الطعنات وزاد في طعناته قالت لها طب يا نورهان قولي له اشهد بس اقول اشهد ان الله، فقالت له خلاص يا حسين خليها تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالتها مره الثانيه الثالثه قال لها انت تعملي شيخه خلصينا بقى، وراح دبحها. الشيء اللي زعل في الموضوع ان حسين حدث على الورق هو عنده 14 سنة، لكن كل الناس بيقولوا يا جماعة شهادة الميلاد اللي مع حسين مشكوك فيها. فلما سألنا مشكوك فيها ليه قال ان ابوه وامه كانوا مختلفين مع بعض والاب مش عايز يعترف به ابنه، فالولد قعد لغاية 6-7 سنين ما طلعلوش شهادة ميلاد، لغاية ما بعد كده طلعوله شهادة ميلاد عن طريق الشرطة والسجل في اليوم ده بتاريخ النهاردة، رغم المفروض كان يسجل ب6-7 سنين. يعني الولد قانونا عنده 20 سنة ولده شافون صورته جامع قمامة مش عيب، لكن وشه إجرام. والغريب في النظر أو غريب في الموضوع ان خطيبها شاب جميل جدا، في حين ان الولد ده اللي هي على علاقة بيه كل وشه متشرح بالسكاكين. المهم المحامية النهاردة اللي كانت بتدافع عن نورهان، يعني شفنا المحامي أسرة المرحومة رحمة الله عليها دالة الحوشي وهو بيتهكم على المحامية بيقول دخلت بتقول له القاضي ده كان من أيامها نوم مغناطيسي، نوم مغناطيسي. وشككت كمان في توقعات المحامي العام في القيد والوصف لدرجة أن المستشارة قال لها أنت بتشككي في أمضة المحامي العام بورسعيد، طب اطعني بالتزوير، كان نوع من الكوميديا مش لاقي حاجه تقولها. وقالت ان البنت كانت واقفه بتقول لحسين بلاش يا حسين انا خايفه يا حسين ما تقتلهاش يا حسين، وان اللي قتلها حسين. طب ايه الفرق بين اللي شايفه طب ما مشتركه. ما علينا، طبعا حته ان الواد كان مسيطر عليها وتنويم مغناطيسي، يعني الكلام ده لم تبدي له المحكمه بالا، بل بالعكس قال لها روحي اطعني بالتزوير على توقيع المحامي العام وشوفي كلامك ده بيتناسب ازاي وازاي بتقوليه. لكن المحامية كانت بتطالب بالبراءة، وده كان شيء غريب جدا بالبراءة. طبعا هي كل محامين بورسعيد رفضوا يدافعوا عن نورهان، فالمحامية دي هي الوحيدة اللي قبلت من بره بورسعيد، لكن دفاعها ما كانش ليها اي سند من القانون. حتى احنا استغربنا لما سمعنا الدفاع، لانه زي المحامي لما قال كانت كلها عبارة عن اكلاشيهات وكلام مرسل وما فيهوش اي منطقية، حتة انه كان من ايامه مغناطيسي، حتة انه هو كان مخوفها كان مسيطر عليها. طب اعترافات البنت قالت انا اللي قلت له امي زودتها يا حسين وعايزين نخلص منها، وجه حكم القضاء العادل بإحالة أوراقها إلى المفتي، إلى مفتي الديار المصرية، إعدام. الشيء اللي زعل وزعل كل الجموع اللي في المحكمة إن المحامين لما طلبوا من القاضي إن الولد يعاد، لأنه مش هيتعدم، الولد مش هيتعدم ولا هيسجن، الولد هيدخل أحداث عنده 14 سنة، رغم إن الولد قانونا عنده 20 سنة، يعني الولد حقيقي عنده 20 سنة، لكن شهادة الميلاد 14. القاضي قال لك لا انا مش اعتد الا بالشهاده اللي معاه شهاده الميلاد انه حدث. يا فندم ده 20 سنه، قال لهم الورق اللي قدامي انا بحكم بالورق، الورق اللي قدامي عنده 14 سنه. طبعا حاول المحامي ان يجيب ما يثبت ان الولد كان فيه خلافات بين الاب والام بسبب ان الولد بيشكك في نسبه اللي هو بتاع الربابيك ده، وان الولد ما طلعلوش شهاده ميلاد غير بعد 6 سنين، يعني الطفل كان عنده 6 سنين وطلعوا له شهاده ميلاد انه مولود النهارده. فالقاضي لم يعترف بهذا الكلام وقال انا قدامي ورق شهاده ميلاد الولد ان هو 14 سنه. لكن طبعا المنطق وبالعقل اللي قاضي صح يحكم بالورق، لكن احنا شايفين بنت بتحب شاب المفروض انه اصغر منها باربع خمس سنين لكن هو اكبر منها، ده هي 18 وهو 20. عشان كده الولد بكره ان شاء الله في جلسه، لكن محكمه الطفل، محكمه الطفل اللي هو بتاع الاحداث، هيتحول لاحداث مش هيسجن ولا يتعدل. يعني ده الشيء اللي احنا بنقول لازم القوانين تتغير يا جماعة، ما ينفعش 18 سنة،
اقل حاجه اولادنا دلوقتي اللي عندهم 12 سنه رجاله بيعرفوا كل حاجه. الولد خطط وارتكب الجريمه، هو نفس الوقت بيقول لك انا بعد ما قتلتها خدت الموبايلات وخدت الملال عليها الدم وخدت وخدت، نسيت ربنا خلاني عماني نسيت التيشيرت اللي انا كنت خالعه كان كله دم وانا بدبحها دمي غرق، خدت الموبايلات وخدت الفلوس اللي كان معاه وخدت كل حاجه عشان يبين انها سرقه او ان حد دخل ضربها وسرقها، لكن نسيت التيشيرت اللي كان كله دم نسيته. وللاسف الشرطه لما جت لقت التيشيرت وعرفت من اخوات نورهان ان التيشيرت ده بتاعي عشان كنت بلبسه، وتم القبض عليا ونتيجه ان انا نسيت التيشيرت. في حين ان نورهان جريت على المستشفى بطولتهم يا مايا يا مايا قتلوك يا مايا الحراميه عشان تتوه عن الموضوع، لكن طبعا الشرطه اثبتت كذبها واعترفت تفصيليا. اصدر الستار بالاعدام. كنا نتمنى ان حسين يتعدم، وكلنا عارفين ان سنه فعلا عدى 20 سنه، لكن القانون ملوش غير الورق، الورق 14 سنه. بقرر تاني ان حسين الواد ده ابوه وامه كانوا بيشككوا في نسبه، والواد ابوه كان شرط يطلع له شهاده ميلاد وما طلعتوش شهاده ميلاد غير بعد 6 سنين وطلعت له بتاريخ النهارده رغم المفروض ترجع ب6 سنين لورا. فالقاضي قال لك انا قدامي ورق الولد ده حدث وحوله لمحكمه الطفل، اللي محكمه الطفل هتحكم عليه بالاحداث، يعني لا سجن ولا اعدام. لازم يا جماعه بكره ان شاء الله المحامين يترفعوا ويثبتوا للمحكمه ان الولد ده مش طفل وان غدا لنظره قريب. الحمد لله نورهان اتعدمت وده حكم عادل. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.